نتائج الانتخابات الأوروبية تخلط الأوراق وتغير موازين القوى. أصدقاء الكريملين يربحون والخضر أيضا. فنزويلا مقابل أوكرانيا مقايضة بين الكبار تدور في الخفاء، وفي العلن إدلب تختبر الحلف المزعوم بين الأعداء التاريخيين. صحافة الأسبوع في حلقة جديدة، أهلا بكم. انتهت الانتخابات والمشروع الأوروبي ما زال يقاوم، كتب سيرجي سيدورينكو في فاربيسكا برافدا، واتضح أن البرلمان الأوروبي لم يتغير والأوروبيون ليس لديهم ما يدعو للقلق. القاعدة الانتخابية المؤيدة للوحدة بقيت صلبة رغم كل التنبؤات الخاطئة والمتشائمة، وبالرغم من جميع المخاوف سيبقى البرلمان الأوروبي مؤيدا لأوكرانيا في السنوات الخمس القادمة. فاز المؤيدون لبقاء الاتحاد، لكن المحافظين والاشتراكيين كانوا الخاسر الأكبر. ومع فوز اليمين الشعبوي إلى جانب الخضر والليبراليين، تساءل موقع دوتشيفيلي عن وجهة أوروبا وانعكاس النتائج على الاتحاد الأوروبي. نيويورك تايمز قالت أن الانتخابات تضع أوروبا على جبهة الحرب مع الشعبوية. القارة العجوز باتت مستقطبة بحدة بين القوميين الساخطين ومؤيدي الوحدة. وفي الوقت الذي زاد فيه الشعبويون من نصيبهم من المقاعد في البرلمان الأوروبي، حرموا من إحداث زلزال على مستوى أوروبا كما توقعوا هم ومؤيدهم. فيزيغلادا الروسية تحدثت عن وصول اليمين إلى قيادة الاتحاد الأوروبي وتوقعت مزيدا من الانقسام داخل أوروبا. نتائج الانتخابات تشكل مقدمة لتغيير المشهد السياسي داخل الاتحاد، وهي مؤشرات على التغيير العمودي واستحالة تطبيق مشروع الولايات المتحدة الأوروبية. بيوتر أكوبوف تحدث عن نمو حصة اليمينيين القوميين والمتشككين وتشكيل ما يمكن تسميته كتلة بوتين في البرلمان الأوروبي. ترامب أيضا لا يحتاج إلى اتحاد أوروبي قوي، بل حتى أنه لن يعارض انهياره الذي سيسهل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. سيرجي كورسينسكي قال أن وضع المستشارة الألمانية للولايات المتحدة على قدم المساواة مع الصين وبوتين في حديثها عن خصوم أوروبا الثلاثة يدل على تحول حقيقي في الوعي الأوروبي. ومن الواضح أن العواصم الأوروبية الرئيسة أدركت أخيراً أن عصر التضامن الأطلسي قد انتهى. وكيف يمكن فهم التهريج الذي تمثله سياسة ترامب الخارجية؟ سأل ديفيد إغناتيوس في واشنطن بوست، ورأى أن ترامب دخل من الآن في الأجواء الكاملة لحملة انتخابية سعياً وراء إعادة انتخابه، وهو لا يريد أن يظهر بمظهر الفاشل في أي جانب، خصوصاً مع إيران وكوريا الشمالية. كل شيء الآن ينظر إليه من منظور الانتخابات القادمة، والشعار هو لا تهز المركب، هدئ اللعب، الحرب تؤدي إلى الخسارة. ويلفت إغناتيوس إلى أن ترامب يستمر في محاولة تلميع سيرته مدعيا النجاح في المفاوضات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية. يختم الكاتب قائلا: رسالة إلى الرئيس، لا تضع في حسابك أي فرصة لأخذ الصور مع خامنئي. في الشأن نفسه، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إيران بالوقوف وراء الهجوم الأخير الذي استهدف 4 سفن قبالة سواحل الإمارات. وقال بولتون إن ألغاما بحرية إيرانية استخدمت لمهاجمة الناقلات، وأضاف: لا يساور الشك أحدا من هو المسؤول عن هذا، ومن المهم أن تدرك القيادة الإيرانية أننا نعرف. في سياق متصل، طالبت الدول العربية المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران. هذا الطلب الصريح جاء في البيان الختامي لقمتين طارئتين عربية وإسلامية عقدتا بطلب من المملكة السعودية يوم الخميس الفائت. وإذا ما نشبت حرب أمريكية إيرانية، فإن عهد الصين سيبدأ بدل أمريكا. والكلام من موقع مجلة ناشونال انترست. رأى كاتب المقال أن الولايات المتحدة محاصرة بمواجهة مكثفة مع الصين، والعلاقات ماضية في التدهور السريع. وفي الأسابيع القليلة الماضية انهارت المحادثات التجارية، وقام ترامب برفع التعريفات الجمركية على البضائع الصينية، وعاقب عملاق الاتصالات هواوي.
في حين يغمر الخطاب القومي وسائل الإعلام الصينية. ترامب تخلى عن الأمل الساذج في إمكانية إقناع الصين أن تصبح صاحبة مصلحة مسؤولة في النظام الدولي الليبرالي الذي تقوده واشنطن، وفي الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة أكبر تحد استراتيجي لها منذ الحرب الباردة، يبدو البعض في الإدارة مشتتا تماما ومشغولا بقرع طبول الحرب بسبب تهديد أقل أهمية آت من إيران. وهذا خطأ كارثي، لأن أمريكا لا يجب أن تفقد تركيزها في حرب فاشلة عندما تواجه التحدي الساحق المتمثل في منافستها مع الصين. صحيفة الكونفيدنسيال الإسبانية نشرت مقالا تحدثت فيه عن تقرير أصدرته مؤسسة راند الأمريكية كشف عن نقاط الضعف التي تعاني منها روسيا. التقرير جاء بعنوان خطة إنهاء روسيا. لقد تراجعت هيمنة الولايات المتحدة بعد أن أضعفتها قوى صاعدة مثل الصين من الناحية الاقتصادية وروسيا على الصعيد العسكري. وتتمثل أبرز أهداف التقرير في قيادة حملة لإثارة مزيد من التوتر بشأن صراع روسيا وأوكرانيا، لكن دون التدخل مباشرة في ذلك، لأن ذلك سيؤدي إلى اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة سيكون بوتين هو المنتصر فيها. مجلة ذا هيل تحدثت عن حيلة روسية خطيرة غايتها مقايضة أوكرانيا بفنزويلا. كاتب المقال ستيفن بلاك قال أن تنصيب فولوديمير زيلينسكي رئيسا جديدا لأوكرانيا لم يوقف محاولات روسيا لتدمير استقلال وديمقراطية وسلامة أوكرانيا. رسم الكاتب صورة للسرد الروسي الجديد الذي يأمل سماح واشنطن لإطلاق يد موسكو في أوكرانيا في مقابل أن تطلق موسكو يد واشنطن لإزاحة نظام مادورو. رأى بلاك أن مقايضة أوكرانيا بفنزويلا تقوض كلا من أوكرانيا التي تعهدت أمريكا بدعمها والأمن الأوروبي، مع الاعتراف صراحة بحق روسيا في التدخل في أمريكا اللاتينية، وهذا الاعتراف يضفي شرعية على مزيد من التهديدات التي تدعمها روسيا في دول أمريكا اللاتينية من أمثال المتمردين ومهربي المخدرات. وعن أحاديث الصفقات والمصالح الدولية، قالت مجلة فورين بوليسي أن لدى تركيا والغرب مصلحة في منع هجوم إدلب، وشراكة تركيا وروسيا لن تدوم نظرا لمصالحهما المتضاربة، وعلى الرغم من أن الدولتين ستستمران كشريكين ستكون هناك الكثير من الفرص أمام الغرب لاستغلال الخلافات. وقد يكون أسهل تلك الطرق استغلال خلاف تركيا وروسيا بشأن مستقبل المحافظة السورية. أنطون تشابلين في سفوبودنايا بريسا وجد أن تركيا تحشر روسيا في مأزق سوري، وعجز موسكو عن إنهاء الحرب السورية سببه ازدواجية موقف أنقرة ودعمها للمسلحين. جاء في المقال: تشهد سوريا أكثر المعارك دموية منذ نهاية المعارك الكبرى، والإرهابيون يقصفون قاعدتنا الأكبر في حميميم باستمرار. الحكومة السورية مهتمة بالسيطرة على إدلب بالكامل، أما نحن فمضطرون للتفاوض مع تركيا، وروسيا تواجه معضلة معقدة في إدلب مع كم المتشددين الذين تجمعوا فيها تحت رعاية تركية. ولا يمكن إجراء عملية واسعة النطاق في إدلب إلا في حال قطع علاقاتنا مع تركيا بشكل كامل، والسؤال هو ما إذا كنا بحاجة إلى ذلك بالنظر إلى خط غاز السيل التركي وملايين السياح والعلاقات الاقتصادية الممتازة. نبقى في سوريا لكن في مرتفعات الجولان السورية المحتل، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل له هدية مع مستشاره جاريد كوشنر، وهي خريطة محدثة للمنطقة التي كانت معلقة لسنوات في سجلات الخارجية الأمريكية. عرض نتنياهو الخريطة والتي تظهر مرتفعات الجولان وقد ضمت إلى إسرائيل ممهورة بتوقيع ترامب. هذا كان ما جاء به صهر الرئيس في زيارته للقدس. أما في زيارة الرئيس لليابان فقد طلب البيت الأبيض إخفاء سفينة أمريكية تحمل اسم جون ماكين عن أنظار ترامب أثناء تفقد القوات البحرية العاملة هناك بحسب ما ذكرت وول ستريت جورنال.
وكان من الصعب نقل هذه السفينة التي يجري إصلاحها في قاعة يوكوسوكو الأمريكية البحرية، حيث ألقى ترامب خطابا على متن سفينة أخرى. لذلك حجب اسم ماكين الذي يكن له ترامب كرها شديدا، وأخذ طاقم السفينة عطلة في ذلك اليوم. ميغان ماكين ابنة السيناتور الراحل علقت قائلة: إن ترامب طفل سيشعر دائما بالتهديد من أبي حتى بعد وفاته. ترامب نفى أن يكون لديه علم مسبق بطلب الإخفاء قائلا: لقد قام أحد ما بهذا الأمر عن حسن نية، لأنهم يعلمون أني لست من محبي جون ماكين. والآن إلى الكاريكاتور. شادي غنيم عكس اختيار 4 دول أوروبية لأغلبية من اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي. الشعوبية تنفخ بعض الدول الأوروبية لتبعدها عن محيطها بريشة الرسام لويجي في موقع تشاينا ديلي. كيانوش راميزاني رأى الاتحاد الأوروبي على هذا الحال. أوروبا بمظهرها الجديد بعد تقدم حزب الخضر والمدافعين عن البيئة من موقع كورير انترناشنال للرسام بيرترانز. في مقابل تصور مشابه لكن مع صعود الشعبويين من موقع يوب ديلوب. من كان له الأثر الأكبر في الانتخابات الأوروبية ومجرى أحداثها للرسام ماريان كامينسكي. مايك لوكوفيتش رسم خصوم ترامب في حالة ضحك هستيري من خفة ظله وظرافة نكاته. الاستعدادات للانتخابات الأمريكية القادمة بدأت. يوب إنجلهارت من موقع باتريون. عودة ساكاشفيلي إلى أوكرانيا واستقبال زيلينسكي بريشة سيرجي إلكن في موقع دوتشي فيلي. والختام مع هذه الصور التي تنقل ما حدث خلال افتتاح جسر المشاة الجديد وسط العاصمة الأوكرانية كييف الأسبوع الفائت. سيل بشري عبر الجسر الواصل بين هضبة فلاديمير وقوس الصداقة، والذي كشفت بعض أجزائه الزجاجية عن مشاهد جميلة. وبهذه المشاهد الجميلة ننهي لقاءنا لهذا الأسبوع، فنشكركم على المتابعة، على المحبة، نلتقي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.